منذ نشأتها عام 2016 أخذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عاتقها أن يكون لها دور مجتمعي كبير من خلال مبادرات إنسانية ومجتمعية على المستويات كافة. كان آخرها القرار الذي اتخذته بتحمل تكاليف علاج صحفية بحاجة إلى جهاز يقوم بعمل القلب والرئة، وتكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تصل لنصف مليون جنيه. تصل تكلفة النهائية لإنقاذها مليون جنيه، وليس هذا الدور المجتمعي الوحيد الذي تقوم به المتحدة، بل سبقته أدوار كثيرة ومبادرات مجتمعية كبيرة، منها دعم حياة كريمة ودعم الجيش الأبيض في ظل أزمة كورونا، وتدريب الشباب ودعم أسر الشهداء، ومبادرة أخلاقنا الجميلة، وغيرها من المبادرات المجتمعية مثل صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام. وأن صندوق مخاطر للعاملين في مهنة الإعلام وليس للعاملين في المتحدة فقط.